طيب كان عندك ايه تاني من المشكلات؟ ذبابة الفاكهة خصوصا، يعني أنا عندي مشكلة إزاي أواجه، إزاي أحل مشكلة الذبابة دي وأنا بجمع محصول. المشكله دي انا هحلها لك بمنتهى البساطه، في منتج من فارماسيوتيكا اسمه كير بروتكتور. كير بروتكتور ده هنلاقيه يعني بيحل المشكله دي تماما، لان هو يعني في طبعا مركبات اقوى منه، ولكن المركب ده تحديدا البي اتش اي بتاع الزيرو ده بتاع الرش في وقت الطوارئ. طبعا الذبابه احنا كافحناها معاكم في وسط الحلقه وقلنا ان في مركبات قويه جدا وهتحل مشكله الذبابه خالص، لكن هو النهارده صديقنا محمد بيتكلم على حاجه مهمه جدا، الاصابه وقت الجمع. واحنا عارفين ان ثمره الخوخ ما بتقعدش اكتر من 48 ساعه بعد ما تستوي، لان هي بعد كده بتسيح وبتدي يعني شكلها يتغير وبتفقد قيمتها الاقتصاديه فورا. فكير بروتكتور هو الحل الامثل ليك، يعني وقت ما تجيلك اصابه وانت بتجمع كير بروتكتور بي اتش اي بتاع زيرو، بمعنى انك ترش وتجمع مفيش منه اي مشاكل، مفيش منه اي خطوره، امن جدا حتى في التصدير، يعني ما تقلقش، يعني مفيش ضرر على الناس، يعني مفيش ضرر على الناس. انا عايز اسالك سؤال برضو مهم جدا، عشان اعتقد ان القطاع الزراعي الاكبر هو هيسالك نفس السؤال. احنا النهارده اتكلمنا عن مجموعه كبيره جدا من المنتجات اللي المفروض ان انت استعملتها فعلا بنفسك، صحيح؟ تمام، جميل. هل اقتصاديات التعامل مع المركبات اللي احنا قلناها دي كان مجدي بالنسبه لك، ولا حسيت انها في الاخر غاليه ومش هتجيبك المردود الاقتصادي؟ لا لا، كان مجدي، كان مجدي، كان مجدي، رغم انها اغلى شويه من مركبات تانية. بس بتجيب نتيجه، انا المهم عندي النتيجه. المهم عندي النتيجه الاخيره. مهم عندك النتيجه الاخيره. وانت شايف ان يعني انت راضي عن النتيجه الاخيره؟ راضي الحمد لله. يعني احنا موجودين في المزرعه بتاعتك ما شاء الله، شايف ثمار يعني مكتمله النضج، شايف ثمار حجمها كويس جدا، كوخا ماكس عامل شغل كويس جدا، ليبامين ميكس عامل شغل كويس جدا، ما شاء الله الثمار حتى لما دقناها نسبه السكر فيها يعني ممتازه، الاشجار بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم، يعني محافظين على صحه الشجره كويس، ما شفناش تصمغات، ما شفناش اي يعني اصابات قشريه، الثمار زي الفل، يعني نستخدم بس المركبات بتاعتنا بشكل سليم، نتبع التوصيات، ان شاء الله هنوصل لاعلى انتاجيه واعلى ربحيه. طب انا برامج التغذيه، طيب خليني اركز مع حضرتك على نقطه مهمه جدا، احنا هنا يمكن داخلين قربنا على مرحله جمع، والنهارده مشكله الذبابه بتاعت الفاكهه طبعا مشكله كبيره جدا، خلينا نعرف ازاي احفظ نفسي منها، واذا لقيت يعني اصابه بالذبابه اعمل ايه واتصرف ازاي؟ بالنسبه لذبابه الفاكهه، هي معلش المقاومه بتاعتها في الاجواء فعادة مقاومة متفاوتة، لأن المزارعين عادوا مزارعين مختلفين في العروة نفسها. فممكن يكون عندك برتقال مصاب بجوارك، بجوار محصول الخوخ، صحيح، يصيب الخوخ، صحيح، واخد بال حضرتك؟ فإحنا هنا أولا مبدئيا بنعمل مصايد من بداية التزهير. بنعمل مصايد عبارة عن مصيدة، وبقى المصيده هي يا جماعه الكرتون على شكل مثلث، يبقى جواها قطعه قطن، القطعه القطن دي يعني متعاصه فيه فرمون الانثى بتاعه ذبابه الفاكهه، فبتيجي الذكور تشم ريحه الانثى اللي موجوده في القطن بتاعه المصيده، وبتدخل المصيده بتلزق في ماده لاصقه بتقعد عليها، وبالتالي احنا كده بنحرس الذكور. يبقى ده موضوع له فايدتين، الفايده الاولى ان احنا اولا بنقلل عدد الذكور، وبالتالي بنمنع عمليه التخصيب، يعني حتى لو في انثى ذبابه فاكهه موجوده مش هتعمل لنا حاجه اصلا، لانها غير مخصبه، وبالتالي هي مش هتبيض. يعني الموضوع كله ذبابه الفاكهه مشكلتها انها بتيجي عند الثمره الناضجه وتحط البيض بتاعها وتخرم الثمره وتثقبها. اذا احنا لو منعنا الذكر من تلقيحها، اذا حتى لو كانت هي انثى طليقه مش هيحصل لنا حاجه ومفيش اي مشاكل. رقم اثنين انها بتدينا مؤشر لمعدل الاصابه والحد الخطر للاصابه اللي المفروض اتحرك عنده على طول. انا النهارده في المصيده لو لقيت يعني أربعة لخمس افراد، من اربعه لخمسه يبقى انا كده عندي مشكله. نبدا نقاوم، وعندنا مركب كويس جدا وشغال معانا، واحنا جربناه بنفس المزرعه، واخد بالك، اللي هو النيوتوكس، جايب لي نتيجه كويسه جدا. بنستهلك قد ايه يا فندم النيوتوكس؟ والله المعدل بتاعت النيوتوكس 1 سنتي للواحد لتر ميه. يعني انا بفضل التركيز يكون 1 سنتي للواحد لتر ميه، دي بستعمله كل 15 يوم رشه للمحصول اللي هو 1 سنتي لكل لتر ميه، يعني وتقريبا الفدان هياخد حوالي 400 لتر ميه، من 400 ل 500 لتر ميه. يبقى انا عندي بالنسبه للالات الرش، الالات اللي بنسميها الاوتومايزر او
ال 600 لتر ميه بنحط عليهم 600 سنتي، ال 1000 لتر ميه برضه بنوضح للساده المزارعين تحط عليها 1000 لتر نيوتوكس. دي جايب نتيجه كويسه جدا وباسعار كويسه جدا معقوله اقتصاديه بالنسبه للايه؟ للمزارع. لو رشيت انت رشيتين خلال الموسم مش هيكون عندك ذبابه بعد المصيده اللي انت اكتشفتها. طيب